السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نديكم معايا لمدينة كيل الألمانية كيف قلت لكم في الفيديو السابق، وغنمشيو في الترام. يلاو معايا. انا حاولت ندير بكم واحد الجوله خفيفه في المدينه اللي كنسكن فيها، وهذه هي القنطره اللي كتفرق ما بين فرنسا والمانيا. كاينه هذه القنطره ومن بعد كندخلوا لالمانيا. وبهذا البنات كنكون وصلت لوسط المدينة الألمانية اللي مشيت ليها، وهذا هو أول مغازان غادي ندخل ليه، سميتو كيك، معروف في ألمانيا. المهم البنات ما تديوش على الصوت ديالي، راني ضاربني البرد. المهم هذه الدخلة ديال المغازان، كاينين هنا لي بواط لانش ديال الوليدات الصغار اللي كيديو معاهم المدرسة. دخلت المغازه لقيتهم حاطين غير هذاك الشيء ديال باوم نويل. المهم هادو راه قليبات كبار هكا، فيهم هذاك لي بيرل هكا في الجناب، وديري فيهم جوج حجرات وكيبداو يشعلوا بالضو. هادشي تقدروا تستعملوه حتى في لي شومبغ ديال الاطفال ديالكم، كاينين بزاف ديال الشكيلات وزوينين، كبار شويه ماشي صغيورين ولا كبايبرين. هاد البلاصه فيها كل ما يتعلق بالاضاءه، بحال هكا خويطات فيهم الضوء، تقدري تزيني بهم هكا لاكوافوز ديالك ولا لا تي دو لي ولا البوفي هكا، تكون شي انيفيرسير ولا شي حاجه. وهاد الشجره بزاف البنات سولوني عليها، ما كنتش كنلقاها ليهم. وكي بالنسبه للبنات اللي كيديروا لي بوفي ديال انيفيرسير وديال ديال هكا الزيادات، و المهم باش كيعلقوا في هذوك لي دراجي وداك الشيء، كتعطي منظر زوين، وهذه خصوصا مع فيها هذاك الضو.
هادو شميعات فيهم هاد الوين هذا، فيهم الفضين، فيهم الاحمر، وفيهم احجام مختلفه، وديجا راكبه فيهم ديجا الحجره كديري غير البطونه كيشعلوا زوينين، تما كيعطيو منظر زوين. وهنا بلاصه لي طاس كاينين تما بزاف تشكيلات زويونين معجبين بهم. هاد الزليفات زوينين، جاو هكا اوفال، كنت شفتهم عاد الهامهم هم بحالهم تماما. وهادو فيهم هذاك الدولار بحال هكا في الجناب، تما جاو انيقين وكبار، غير كيبانوا هكا في الكاميرا كيبانوا صغار، ومرا الحجم ديالهم كبير. هذه البلاصه خاصه بلي كادغا فوتو، هذاك الكادغا فوتو اللي شفتو دابا كيتحل بحال شي شريجم، كديري فيه الصوره اللي بغيتي او الكتابه اللي بغيتي، وكتحلي هذوك الشريجمات هكا كيجي منظر غزال. هاد بورتا سيرفيتا كجابوها بحال بحال داك البلاطو، والبورتا موشوار تاي بحالهم، وكاينين حتى لي سوطاس ديالهم داروا اليوم هاد لو تيم هذا اون بوا بحال هكا زوينين. هاد لي زاكسسوار كامله هما كيستعملوها في الشجره ديالهم، في داكشي النويل ديالهم. حنا نقدروا نستعملوها بالنسبه للبنات اللي كيصايبوا لي بوفي ديال الاعراس، ديال الخطوبه، ديال اعياد الميلاد، يقدروا يستغلوا هادشي يستعملوه في داكشي لي بوفي اللي كيديروا. وبهذا الحبيبات ديالي كنختم الفيديو ديالي هنا، وكنهدي لكم هاد الورود وحده 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 كاع اللي كتشجعوني في لي كومونتير. شكرا لكم بزاف، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، ونخليكم مع بعض الصور اللي في الفيديو، والى اللقاء، والسلام عليكم.